صباح الخير لكم مجتمعين مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا. طبعا عم بحكي عن المجتمعات اليوم قد ايه مهمه حتى نكون عم نشتغل انه ننمي المجتمع من خلال التعليم والتعلم لاطفالنا يلي هن مستقبل الحياه. قد ايه اليوم بده يكون في طرق جديده وخدمه جديده بالتعليم حتى نقدر نساعد اطفالنا انه نكتشف مهاراتهم ونفتح لهم باب جديد لمستقبل افضل. طبعا التعلم من اجل الحياه هو الموضوع اللي رح نحكي بتفاصيله هيدي الندوه اللي رح تصير اذا الله راد بشهر شباط. بناخذ تفاصيل اكثر مع الدكتور هنا علي، مديره اداره التدريب بالمركز الديمقراطي العربي، وهي عضو باتحاد الجامعات الدولي IUU وعضو بلجنة تأليف المناهج لمرحلة الإجازة للتربية المختصة بالمديرية العامة للتعليم المهني، كما أنها مؤلفة كتاب خطوات أولى لتعليم الرياضيات طبعا، وهو تأليف مشترك مع الأستاذة ليلى الحريري. كانت ضيفتنا من فترة وحكينا عن هالموضوع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. هلا، بالبداية التعلم من أجل الحياة شو يعني؟ فسري لي أكثر. التعلم من أجل الحياة هو عملية التعليم والتعلم، ولكن تزويد المتعلم بمهارات حياتية يقدر يكون فرد ناجح بحياته. المهارات الحياتية أنه مهارات يقدر يستخدمها بحياته، إن كان فيها اجتماعية، علاقات مع الآخر، وحتى يعني يكون هو يمتلك القدرات أنه هو يكون ناجح بالبيئة أو بحياته مستقبلياً. اليوم إذا بدنا نحكي عن المنهج التربوي بشكل عام عنا بلبنان وعن التعلم والتعليم كمان، هل برأيك نحن اليوم ماشيين على السكة السليمة، على الخطى السليمة حتى طلابنا يكونوا مرتاحين بصفوفهم وبدراساتهم؟ أنا بدي أقول شيء، أنه بس نجي نطلع بمجتمعنا اليوم بنلاحظ أنه نحن في عنا ثغرات وفي عنا خلل كتير كبير بمنهجنا اللي نحن عم ندرس فيه من 99 لليوم. نحط المنهج بال 97 خطة النهوض التربوي، نحن اليوم 2024، يعني خلصت 23 بدنا نبلش 24 وبعدنا بنفس المنهج وبنفس الأسلوب ونفس التعاطي مع المتعلمين. اللي أفرزوا هيدا المنهج هو هالمتعلمين اللي نحن منهم موجودين بقلب هالمجتمع. أنا رح أسأل سؤال، هل نحن نعيش في لبنان براحة؟ هل نحن عن جد متعلمينا اللي هن الأفراد عايشين بحياتهم، مأمنين حياتهم، عاملين مستقبلهم صح؟ بيعرفوا كيف بدهم يتواصلوا، كيف بدهم يتخالطوا مع المجتمع، بيعرفوا يكونوا موجودين من دون دعم أو من دون أشياء مبينة، يعني اللي بيبين نتائج هيدا الشيء بغض النظر عن يعني عملية التعليم والتعلم اللي عم بتصير بالمدرسة هلأ بنرجع نتطرق لها، ولكن النتائج عم بتكون غير كافية لأنه المجتمع عم بيكون فردي. نحن أفراد مجتمعين ب 10452 كيلومتر مربع، ولكن ما في تعايش، ما في أشياء مشتركة غير المصلحة. فأنا بقول أنه نحن لم نعلم من أجل الحياة لأنه ناقصنا كثير، ناقصنا قيم إنسانية، ناقصنا روح، ناقصنا عطاء، ناقصنا تضحية، ناقصنا كثير من الأمور اللي المدرسة هي المؤسسة الاجتماعية المسؤولة أنه تأمنها بقلب هيدا المنهج اللي هو ناقصه تطوير وناقصه محاكاة للتطورات اللي عم بتصير. نحن من 99 لليوم ما في أي تطورات دخلت على المجتمع نحن بحاجة أنه ندخلها بقلب عملية التعليم والتعلم. أكيد في من بيناتهم، هلأ نحن عم نحكي بالذكاء الاصطناعي اللي هو منه جديد، هو من الثمانينات لليوم بلش يفوت على عملية التعليم، ولكن هل هو اليوم موجود بقلب مناهجنا؟ أنا أعطيت إكزامبل، في كتير أمور تانية نحن بحاجتها لتكوين يكون هيدا مواطن عايش حياته من أجل الحياة، مستمر في حياته حتى يكون في تنمية مستدامة كمان، يعني نقدر ننهض بالمجتمعات كمان. طيب اليوم بأنه عم تحكي عن هذه النقطة اللي كتير مهمة، طيب تطوير المناهج اليوم صرنا من سنين لورا بنحكي فيها ولليوم بعد ما طبق شيء وما تغير شيء، طيب اليوم شو ذنب الطالب اللي منه قادر يتأقلم مع هذا المنهج الدراسي؟ في طلاب يمكن متمشين مع هذا المنهج ومرتاحين بصفوفهم وعلاماتهم يمكن منيح. اليوم نحن بدنا نكون يكون في تعليم من أجل الحياة مش من أجل العلامات.
أنا بدي أقول شغلي بتقرير للفور. الفور هو تقرير لجودة الحياة، جودة التعلم من أجل الحياة. بيقول أنه المتعلم يجب أن يعرف، والمتعلم يجب أن يعمل، والمتعلم يجب أن يكون، والمتعلم يجب أن يعيش. طيب، هل المنهج عم يعطينا knowledge، المعرفة؟ أكيد عم يعطينا إياها، وبتشوف الدليل بالنتائج وبالعلامات اللي بتخلص من الإيفالياسيون ومن الامتحانات الرسمية والأوائل ومتلايدنا. نحن عم نعطي معرفة، وفي كتير مدارس يعني بتشتغل على هذا الموضوع، هي مدارس متطورة بهذا الشأن بلبنان، ومؤسسات تربوية إلى اسمها ورؤيتها بهذا الموضوع. ولكن هل نحن عم نعطي المتعلم مهارات يقدر يطبقها يعملها؟ ما شو عم يعمل المتعلم؟ هل في ابتكار انتاج من قبل المدارس او المؤسسات التربويه مدعومه من وزاره التربيه؟ هل الوزاره او خطه المناهج اليوم تدعم الابداع، او تدعم الابداع بس يطلع الفرد وينتج اللي عليه؟ بنرجع بنجي نتصور معه وبنطلعه على التي في وبنعمل له الببليكاسيون اللازمه. ولكن هل هي عم تشجع الابداع، المهارات الحياتيه اللي هي by doing؟ يعني ما بفتكر في شيء عم بيكون هيك. طيب شو بنتقل للثاني قبل ما بنتقل للمبدا اللي هو التطوير والتنميه والعيش. نحن تعلمنا واشتغلنا وعملنا ومارسنا، وبدنا نعيش بتطوير. ما فينا نعيش عم نرجع لورا، او ما فينا نعيش اليوم من دون ما يكون في مهارات حياتيه ما عم نعوزها عم نستخدمها بحياتنا. المنهج اليوم شو بيأمن من حاجات المتعلم بال2024؟ ماشي، بيأمن شيء؟ هل 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 مثلا نحن بتقولي لي بناخذ كمبيوتر بالمدرسه؟ نعم. اوكي، ذكاء اصطناعي عم نعلمه يستخدم بعض البروجرامات، تشات جي بي تي وغيرها من البروجرامات اللي بيستخدمها. بس غير كافي، غير كافي. اوكي، هل نحن عم ندخل هالمهارات اللي هي حاجات لإله؟ نحن بيقضي اليوم المتعلم وقت على التليفون او على التكنولوجيا او على الاكران اكثر ما بيقضي وقت مع الكتاب، صح؟ طب نحن ليه ما بندخل هيدي الامور اللي بحبها اللي هو بيركض لها بقلب الفرنسي؟ كيف بدنا ندخل هيدي الامور؟ معلي دكتور، عم نحكي بشيء كثير مهم اليوم، واغلب الطلاب يمكن بحاجه لإله وبهمهم هذا الموضوع. أكيد. اليوم كيف بدنا ندخل عالم التكنولوجيا على منهجنا الدراسي؟ كيف بدنا ما يلتهي الطالب خلال الدراسه، يكون عم بيروح يتشتت تفكيره لعالم ثاني؟ لانه لما نكون عم نقدم له التطور التكنولوجي، يعني صارت اذا بدك صار العالم متاح بين ايديه ومفتوح على كل شيء، بيقدر يلتهي بثاني. صحيح. التكنولوجيا منه له، التكنولوجيا يستخدم من اجل التعليم والتعلم. عزيز. يعني نحن ما في، يعني مستحيل نعزل عمليه تعليم وتعلم ومنهج مدرسي عن كل هالتكنولوجيا والتطورات الحاصله. نحن بدنا نبلش نفكر بخطه نهوض تربوي تطال كل التطورات اللي عم بتصير بالعالم وتكون موجوده بقلب عمليه التعلم والتعليم. خلينا نعطي أمثلة، مثل كيف؟ يعني بقدر أنا أكون عم دخل تقنية الذكاء الاصطناعي لأشرح درس فرنسي أو لدرس عربي، ويكون هو المتعلم عم بيشارك بالجزء اللي هو بحبه فيه، يمكن اللي بحب الميديا، اللي بحب البرزنتاسيون، اللي بحب التكنولوجيا، هو عنده براعة أنه يعملهم، يدخلهم ويعملهم بقلب بروجي ممكن يصير بقلب المدارس، حتى أنه هي بتصير مثل عمل يومي موجود وهن جزء مشارك وفاعل. إذا كان المتعلم بحب وعم يشتغل الأشياء اللي بحبها، فهو يشعر أنه متشارك، يشعر أنه فاعل بهذا الموضوع. فإذا هو جزء كتير كبير عم نعطيه هذا المجال أنه يبدع بالاشياء اللي هي بتكون يعني مدفونه جوا. نعم. ونحن كمعلمين لازم نطلع، ولكن بصير يحس باهميته اكثر. اكيد، بس في مشكله نحن عندنا اليوم، ما فينا نبلش هيك قبل ما نبلش من المعلم. المعلم اليوم مين اللي عم بيعلم هالتلاميذ؟ هل هو معلم معد؟ هل هو معلم مبتكر؟ هل هو معلم مبدع؟ هل هو معلم متطور؟ اليوم اذا بدك تاخذي المعلمين تعملي لهم دوره، بصيروا ينقوا على الوضع الاقتصادي، على كيف بدي اترك كل هالمجال، ضروري هيدي تفيدنا او ما تفيدنا. يعني في عندنا معلم رافض للتطور، بتحسيهم خلاص مشبثين باللي يعرفوه، باللي بيعرفوه، اللي بيعرفوه ما بدهم يتقدموا ويتطوروا. وكل واحد على فكره، نحن مجتمعنا كثير فردي وكثير ملوك،
المعلم القديم أو اللي هو يمتلك هيدي المادة وإله كتير بيعلمها، هو مرجع بيعتبر حاله، فهو ملك بالسيتواسيون اللي هو فيها. بخاف تقولي له وين نقط ضعفك لنطورها، فبيضلوا يحب انه انا ان سيف زون، انا هون موجود وما بدي اتعاطى بشيء انا ما بعرف. هيدا هون بيوقع توقع المسؤوليه على عاتق المدرسه اللي ما عم بيكون في مراقبه مستمره يمكن او تدريبات مستمره. انا بحملها المسؤوليه مش صح. للمدرسه، لا بوزارة التربية، للمشاركه بين مكتب التدريب بالوزاره واللي هو بحط بالمنهج للبحوث والانماء، بحطه للافكار التدريبيه وبحطه. ما في رؤيه واضحة وتشارك وتعاون. إذا بنحط اليوم ما بدنا نطلع كمان نتخبى وراء إصبعنا، إذا دائما بدنا نحط المسؤولية على وزارة التربية والمدارس ما لهم دخلة، طيب بس في مدارس عم تشتغل، عم تعطي طلابها بروجيات، عم بتساعدهم، عم تفتح لهم هذا المجال، يعني هون كمان المدرسة مسؤولة. هون المدرسة اللي عم تشتغل هي المدرسة اللي عندها إمكانيات أنها تطور حالها، وهي اللي عندها رؤية مستقبلية، وهي اللي بتآمن بمبدأ التعلم من أجل الحياة، وهن كثير قليل بقلب لبنان، يعني مؤسسات فردية، برجع بقول هي فردية، أكيد هن موجودين ونحن بعد نرفع لهم القبعة لأنه موجودين وعم يشتغلوا بهذه الطريقة، ومش ناطرين منهج أو ناطرين وزارة أو ناطرين خطة عمل، هن بيعملوا رؤيتهم وهن بيعملوا غاياتهم وخطة عملهم وبيطوروا من الكادر التعليمي طبعاً وبينقلوا ثقافة التغيير والتطور للأولاد. هيدا اللي بدي أقوله وهيدا اللي لازم نوصل له، لأنه مثل ما بنقول فلج ما تعالج بهالبلد، يعني صرنا قدام نحكي وما تغير شيء. خلينا نبلش نحن على نطاق صغير، نغير بقلب المدرسة مش غلط، لحتى نساعد طلابنا يبنوا لمستقبلهم. يعني في كثير طلاب للاسف عم بيكون في تسرب مدرسه بالايامين الاخيره. صحيح. عم نشوف طلاب عم تترك مدرسه. صحيح. ما بدها تتعلم بقى، عم بتحس بهالبرشر بهذا الضغط كل الوقت، طف بالدروس، ما في مساحه للطالب حتى يتنفس. يعني حطيتي ايدك على الجرح. نحن عن جد ما في شيء بقلب مناهجنا بيعني للمتعلم شيء. يعني اكيد بنلاقي متعلمين بحبوا اللغات وبحبوا الحفظ وبحبوا النوليدج وبحبوا المعرفه، ولكن في كثير منهم بحبوا غير شيء، بحبوا التكنولوجيا، بحبوا الكمبيوتر، بحبوا الاعلانات، بحبوا بعض البروجرامات، التركيب، التاليف، الاشياء اللي فيها توليف، الروبوتكس، التفكير، اللوجيك، يعني كل هول الامور نحن منن موجودين، واذا كانوا موجودين موجودين بساعات مختلفه، منن بكفايات متقاطعه بقلب المنهج. وهيدا اللي نحن بدنا نسعى انه نفكر بطريقه تعاونيه، بطريقه مشتركه اكثر، التعلم من اجل الحياه، مش التعلم لاعمل ايفالويشن لانجح بشهاده فقط او لاخذ وظيفه فقط. كثير من المدارس بتقوم بمحاضرات حتى توعي طلابها، حتى تنصح طلابها، خاصة لما بده يكون في مرحلة انتقالية ما بين المدرسة وما بين الجامعة، كيف يختاروا الاختصاص؟ بنلاحظ ببعض الأحيان عم بيكون في تهميش بمحل معين حتى لو عبكير للطلاب اللي ما هم ناجحين بالمدرسة، أنه يكون في توجيه مهني لهم. ما بعرف قد ايه اليوم هيدا الدور هو اساسي حتى نشتغل عليه، حتى نفتح كمان هيدا الباب للطلاب، وقد ايه الدوله كمان عم بتكون مساعده وهي داعمه بنفس الوقت للمدارس المهنيه حتى الطالب ان كيس اخذ هيدا القرار يقدر يتعلم. التعليم المهني هو استمراريه لعمليه التعليم، للتعليم الاكاديمي. التعليم المهني بيختار الطالب اختصاصه مثل ما هو بحب ورغبته وحاجاته، بيلحق رغبته وحاجاته والاشياء اللي بحبها. مش مزبوط انه دائما نعطي الصبغه انه الفشل او اللي رسب بالتعليم الاكاديمي هو بيروح على المهني. نحن بحاجه لليد المهنيه والتقنيه المختصه اكثر من اي وقت. نحن بلاهن ما بنقدر نعمل شيء، لا بنقدر نصور فيديو، لا بنقدر نوصل تقنيات كمبيوتر ولا شيء. يعني انا عم بعطيك حتى موبل، حتى يعني ديكور، حتى سير، حتى يعني في كثير اختصاصات بالتعليم المهني، تمريض، في كثير اختصاصات نحن بحاجتها بالتعليم المهني. فلازم يكون في تلاقي بالمسار بين التعليم الاكاديمي والتعليم المهني، مش تخويف من التعليم المهني انه انت فشلت ما بقى عندك. بعدين التعليم المهني بخلص بتي
بيقدر يرجع يروح يكمل جامعة، اختصاص جامعة، يعني منه هال يعني هالتونيل المظلم اللي ما عارفين نهايته شو. لازم شوية توعية، ولازم عن جد نعطي دور للمديرية العامة لتعليم المهني، للاختصاصات الموجودة بالتعليم المهني نضوي عليها، نعمل نهضة يمكن بالمناهج بالتعليم المهني بالاشتراك مع المناهج اللي عم تنحط هلأ بالتعليم الأكاديمي، ويكون في ربط للمسارات بيناتهم. يعني بتخلص من هون فيك تروح لهون، يعني منا يعني نحط هالجدار والفصل بيناتهم ونحط صبغة للتعليم المهني أنه الفاشل هو اللي بيجي على التعليم المهني. إن شاء الله على كل حال المديرية العامة للتعليم المهني بتلتزم بالتغييرات اللي لازم تطرأ عليها خاصة بهيدي الظروف، لأنه إذا يعني دائما المجهود عم بيكون من التعليم المهني. بس توضح شغلة، يعني أوكي التعليم المهني موجود بلبنان وكتير مهم نضوي عليه، ولكن عم بيكون في التزام من قبل الأساتذة بدوام الدراسة وبدوامات العمل حتى الطلاب يتوجهوا للتعليم المهني. للأسف يعني كمان هم ما بدنا ننقل لهم فقط على الدولة، كمان الأستاذ له دور. يعني اكيد الاستاذ له دور، ما الاستاذ بالتعليم المهني مثل اي موظف بالرسمه بحيلا قطاعات بحيلا مؤسسات. الالتزام هو الالتزام الشخصي. في كثير اشخاص موجودين بالتعليم المهني وملتزمين وهن معدين وهن كفؤين وهن موجودين على الارض على طول، حتى انه بيلحقوا مرات المتعلم او الطالب على البيت. ولكن الفكره انه نحن بازمه تربويه تطال كل القطاعات، خصوصا انا عم بحكي رسميا. يعني المعلم اللي عم بيعلم اليوم بالتعاقد بالمدرسة الرسمية، هل هو معد أنه يكون معلم؟ يعني مرات بتلاقي واحد عامل حقوق عم بيعلم جغرافيا، أو حدا عامل بيولوجي عم بيعلم فرنسي. نحن بحاجة لخطة لرؤية واضحة. هلأ أكيد في ظروف كتير، يعني هلأ بيقولوا لي في حرب بجنوب وفي حرب بفلسطين، وحقوق الإنسانية وحقوق الطفل البديهية بهالإبادات اللي عم بتصير بفلسطين مش عم ياخدها. أنه بالكن أنتوا عم بتفكروا بالتعليم وعم تفكروا بالمناهج وعم تفكروا بالمعلم، ليه عم بيزعبر وليه عم يجي وليه عم يتعاقد وهو ما له دخل بالموضوع؟ هو كمان الحرب عم تقطع المسيرة للتنشئة الطلابية وللتعليم بشكل عام، وقد في أطفال منا أخذ حقوقها ما بيكون في إلها الحق بالتعلم، كمان عم بتكون طبيعي. يعني بالبيت، يعني هون كمان مشكله كثير كبيره بتطل شريحه كثير كبيره من المجتمع. حق المتعلم بالتعلم، وحتى دستورنا بيقول الزاميه التعلم لعمر 12 سنه، وهيدا حق انه يتعلم. فاكيد نحن هون، يعني انا ما فيني غير ما بدي اقول انه اكيد حقوق الاطفال اللي هن موجودين بالحروب وبالظروف الصعبه اللي عم بتصير ما عم ياخذوها، ولكن نحن كمان ما فينا نتكتف ونقعد ونقول أنه نحن بحالة يأس. نحن لازم نضلنا عم نفكر بالتجديد، ولازم نفكر بهذه الأفكار لنقدر نترقى شوي بعملية التعلم والتعليم. أكيد الوزارة ليست مسؤولة لحالها، في ضمير مهني، في معلمين، في تخطيط، في مدارس، في مديرين، كلهم مسؤولين عن هذا الموضوع ليكون عم نمشي لقدام وعم يكون في تعلم من أجل الحياة، مش تعلم من أجل العلامة أو تعلم من أجل الشهادة أو تعلم من أجل التفوق. التفوق هو بالحياة. حكيت عن العلامات والتعلم من أجل العلامة وذكرت وطرقت هذا الموضوع مسبقا، ولكن بدي ركز على نقطة كثير مهمة. أغلب المدارس بقولوا للطلاب ركزوا على علاماتكم، خلوا علاماتكم تكون عالية، لأن هذا الشيء بيفتح لكم باب الخارج لحتى تفوتوا على الجامعات الخاصة. صحيح. ما هون كمان يعني الطالب لما يحس حاله منه قادر يعطي، عم بحس حاله فاشل بمحل معين، انا ماني قادر كفي علمي واتخصص بالخارج. طيب ليقدر هو ياخذ علامات مش بده يكون حاسس برفاه نفسي بالمدرسه، مش بكون عايش متاقلم بالوضع اللي هو فيه، منه حاسس حاله عم يضغط نفسه او عم يعمل افور بس كرمال علامه. شو عم بتقدم هيدي المدرسه من الامور اللي بتخليه توصله مرتاح ليقدر ياخذ هيدي العلامات مرتاحه؟ لانه نحن بعدنا بالنظام العلامي، وبعد الجامعه بتقول لك بدي علامه، ولكن نحن بحاجه لسكيلز كثير غير العلامه، من بيناتهم
and communication، بيناتهم تواصل واتصال، تطوع، من بيناتهم تضحية، من بيناتهم مساعدة آخر. كمان أنت بدك تقدم دوسيه، أنت شو مشتغل بالحقل العام أو بالحقل الاجتماعي أو السوسيال، لافي سوسيال تبعك. كل هيدي الأمور والكونكشن والكوميونيكاسيون هيدي كمان جزء بتهم، لأنه أنت طالب بدك تفوت على الجامعة، بعدين بدك تصير فرد بهيدا الحياة. إذا المدرسة ما عطتك هول القيم، ما عطتك هول الأمور اللي أنت بدك إياها، والجامعة ما طلبتهم منك، طلبت العلامات بس، أي متى أنت تمارس دورك كإنسان؟ أي متى تمارس دورك كمواطن بهيدا القيم اللي أنت لازم أنك تاخدها بالمدرسة وتمارسها، تمارس مواطنيتك لما تكون فوق 18 سنة، تكون مسؤول عنا بالمجتمع لما تكون طالب بالجامعة، وتكون عايش بحياتك بطريقة سليمة، تحترم القوانين والأنظمة، وتكون مش بس عم بتفتش أنك تكون بطل بالعلامة، بدك تكون مواطن بطل عايش بحياتك براحة، بطل بمجتمعك ضمن عائلتك كمان بالأنتوراج تبعك، ومش بطل فردي لحالك، ما فيك تكون لحالك بطل، في ناس وراك، في ناس معك، بطل أنك عايش مع عائلتك، بطل أنك عم بتعمل هلب لغيرك، بطل أنك عم تكون موديل إنساني لغيرك. وهي النقطة الأهم، يعني كمان الأهل بيلعبوا دور وهن الركيزة الأساسية حتى نربي أولادنا تنشئة صحيحة، حتى نطلقهم للحياة. يعني في كتير أهل بيحرموا أولادهم يعملوا أي أكتيفيتي لأنه بيعتبروا هذا شيء مضيعة للوقت، عم بيخسرهم دراستهم وعم بيخسرهم علامات بالمدرسة، بالعكس تركون يعمل بدهم اياه، انا هذا الشيء رح يخليهم يجيبوا علامات. بعدنا بهيدي العقلية عن جد، بعدنا نحن في اهل بعدها بتفكر هيك. تنمية الشخصية ككل من كل النواحي هي امر ضروري للنجاح بالحياة، مش بس النولج، مش بس المدرسة، الكشاف، العلاقات، الزيارات العائلية، الانخراط مع الآخر، الانفتاح على الآخر، فهم الآخر. معك خبر أنه نحن مجتمع ما منعرف نتحاور، إذا أنت ما منعرف نسمع يعني بكون أنا عم تحكي افتراضاً، أنا عم فتش على الحجة لأقوى، أو مثلاً إذا حضرتك قلتي شيء وضد مبادئ بفكر أنه أنت عدوتي، يعني ما منلاقي صيغة مشتركة إنه يمكن نعمل كوميونيكيشن، أرجومان، أعطيني أرجومان نعيني بوجهة نظرك لأقنعك بوجهة نظري. دايما في صراع بالأفكار، دايما في صراع مين بده يكون الأقوى، هيدا كله نتيجة المنهج ونتيجة التربية والتنشئة اللي نحن عم ندخلها. نعم، إذا بدي أحكي عن شرعة حقوق الطفل بحق التعلم واللي نصت عليه الأمم المتحدة ببنودها واللي ركزت عليه، اليوم في كتير أسر بلبنان مش قادرة تكفي تعليم أولادها للأسف، يعني عم بيخلوهم بالبيت ويقعدوا سنين ويضيعوا سنين من عمرهم ناطرين الفرج. هون أنتوا كيف عم تشتغلوا تتلاقوا حل لهالأشخاص ولهالأطفال تحديدا؟ هيدا اكيد نحن مش شغلنا، لانه هيدا شغل وزاره وشغل طبعا تخطيط. ولكن انتم كمان كليات خاصه ممكن كباحثين وتربويين نحن بنضوي على هيدا الموضوع، بنقول ايه يعني نحن راح الانتباه اكثر للعائلات الناسحه من الاجانب اللي اجوا لعنا على لبنان، واهتموا فيهم اكثر ما لازم، اما نولن مش اكثر ما لازم، اهتموا فيهم بالقدر المطلوب، اما نالن التعليم واما نولن العيش واما نولن البدل وكل هالامور، ونسيوا انه في عائلات لبنانيه موجودين بلبنان ما عندهم القدره انهم هن عن جد يبعثوا اولادهم على المدرسه، وما عندهم القدره يمكن مش ما عندهم القدرة على المدرسة مجانية، والمدرسة الرسمية موجودة وفتحة أبواب على كل العالم، والوزارة أكيد لهم حق الأفضلية للتعليم اللبناني قبل أي أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية، ولكن مين بده يبعث له؟ كيف بدهم يعني يدفعوا أجار ترانسبورت إذا كانت المدرسة بعيدة عن البيت؟ يمكن ما قادرين يجيبوا مستلزمات التعليم من دفتر وقلم والكتب وهيدا. يمكن اليونيسف عم تعطي شوي، عم تدعم هيدي الأمور، الجمعيات الأهلية والخيرية عم تدعم هيدي الأمور، ولكن المشكلة مشكلة اقتصادية هي عم بتأثر على هيدا الحق بالتعليم،
وبفضلوا الأهل أنه يقولوا بدل ما يروح يتعلم في يروح يشتغل عند ميكانيسيان أو يروح يشتغل عند نجار أو يروح يشتغل بشيء هيدا يقدر يجيب لي مردود على البيت، لأنه نحن معيش الحد الأدنى على اللبناني القديم ما بيعمل شيء. هلأ أنجا يطلع أكل وشرب، يعني بحاجة لموتور، بحاجة لاشتراك كهرباء، بحاجة لفواتير، بحاجة لصحة، بحاجة لكتير أمور للأسف عم بتساعد أنه يزيد من عملية التسرب. 35% تسرب، نسبة التسرب بالعائلات اللي هي متوسطة وما تحت المتوسطة صارت من بعد كورونا لليوم، لأنه ما قادرين يتكفلوا بمستلزمات التعليم. هيدا موضوع جد مهم. أكيد. والتعليم والتعلم حق للجميع، وممنوع بقى نشوف عمالة للأطفال، ما بقى نشوف أطفال على الطرقات. إن شاء الله بيكون في أذان صاغية والمعلمين بيتحركوا بأسرع وقت ممكن حتى تنحل هيدي الأزمة، لأنه عن جد أطفالنا هن مستقبلنا. إذا ما بنينا من هلأ بنكون عم نبني على الدمار وعلى الخراب للأسف. صحيح. التعلم من أجل الحياة، هيدي الرؤى لتجهيز الأطفال ولتجهيز مش بس الأطفال، كمان المدارس والأساتذة والأهل، حتى يفهموا أولادهم عن جد يكونوا قادرين يكتشفوا طاقاتهم، ونحن كمان نكتشف مهاراتهم ويحققوا حالهم، يعني ويحسوا حالهم فاعلين بالمجتمع. أهلا وسهلا فيك دكتور هناء علي، مديرة إدارة التدريب بالمركز الديمقراطي العربي، شرفتينا. شكرا كثير لكم. نروح بريك قصير، وما تنسوا لليوم رح يكون معنا الشيف إليو أسيس، ورح نحضر معه تالياتيل وكروفيت. لحظات ونرجع.